ازيكم؟ احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم كلكم يا رب. ان شاء الله النهاردة ان شاء الله نعمل مكرونة اقتصادية برضو خالص، من غير اللحم ولا فراخ، مكرونة بالخضار. ويلا بينا نبدأ الطريقة. الأكلات الاقتصادية بتعجبكم يا رب. بعد ما يتشوح معايا البصل كده زي ما انتوا شايفين ويدبل، بعد كده هنزل بالخضار. اي خضار عندكم في البيت على فكرة، مش شرط الخضار اللي انا استخدمته، ممكن تشكله على حسب رغبتكم. وهقلبهم بقى كلهم مع بعض. وهضيف التوابل بقى، ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وبهارات، بهارات لحمة او فراخ. وهنزل بشوية فلفل اخضر علشان تبقى سبايسي معايا شوية. كده الخضار متهيألي استوى معايا ودبل. هنزل بقى بشوية عصير طماطم، انا كنت عاملة شوية علشان هستخدمهم بعد كده في المكرونة، فاخدت شوية صغيرين هضيفهم على الخضار اللي على النار وهقلبهم برضو كلهم مع بعض. ممكن لو عندكم صلصة ممكن معلقتين تلاتة على حسب المتوفر برضو. بس كده هطفي على الخضار وهروح بقى اجهز الصينية. برضو المكرونة اتسلقت معايا، هاجي بقى في صينية هدهنها دهنة خفيفة كده بالزيت، عشان انا مش هستخدم بشاميل ولا حاجة، فعلشان ما تلزقش معايا يعني. على فكرة ممكن برضو تضيفوا بشاميل، يعني ممكن بدل ما نعمل البشاميل بالفراخ برضو او باللحمة ممكن نعملها بالخضار، على حسب برضو المتوفر وعلى حسب الامكانيات. احنا شايفين الظروف وشايفين الاسعار عماله تغلى ازاي،
فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اكلات اقتصاديه. هنزل بقى بكميه من المكرونه، وبعدين كمية من الخضار. لو عايزين برضو تضيفوا زيتون للخضار ده برضو هيبقى حلو. وممكن على فكرة ان احنا من البداية بعد ما نصفي المكرونة ونشطفها نقلب عليها الخضار كلها، نقلبهم كلهم مع بعض ونحطهم في الصينية برضو، وبرضو نكمل بقية الخطوات. وبعدين هنزل بكمية تانية من المكرونة، وبعدين كمية تانية من الخضار، يعني بالتبادل. انا قشرت البتنجان ليه؟ علشان اللي ياكلوا من عيالنا ما يحسوش ان هم بياكلوا البتنجان او ما يحسوش بطعم الخضار، لان هم دايما ما بيردوش اكل الخضار خالص، فبنحاول نحط لهم الخضار في الاكل علشان جسمهم يستفاد. كده انا حطيت كل كمية الخضار، فاضل بقى الكمية الاخيرة من المكرونة، هنزل بالطبقة الاخيرة. لو عندك اي نوع جبن ممكن نضيفها على الوش، انا هنا جبت جبنة شيدر فهضيفها على الوش عندي. بعد كده بالخضار بالصلصة اللي عليها والجبنة سايحة عليها هيبقى طعمها في منتهى الجمال. يا رب تعجبكم أكلة النهاردة. ما تنسينيش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت حلو من ايديكم واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. وشكرا لكم، دمتم في حفظ الله، بحبكم في الله.